هون عملنا نحن جينا اخذنا هالبيت وانبسطنا انه في تيراس. اوكي رحت انا نقيت البوغانفيليه والجاردينيا هو عطيني اياهم البابا عنده اياهم مربيهم من زمان شوفين هيك رح يصيروا مثل شجره وصرنا نجيب ورود. انا كثير بحب الورد بس كل مره منجيب ورد بينتزع قد ما بحب الزريعه وهيك بيهتم انا بنقي هو بيهتم انا فعلا يعني بعترف اني ما بهتم بس بحب. بس شو صار مطعم لي اياهم ببندوره بخيار مثلا ببصل اذا بتحبي مثلا بصل بندوره هذا روحني والبصل وهيدا البصل نعم هولي كانوا قبل ورد هول حياتي كانت البويت للورد كان في ياسمين كان في ورد عرفتي شيء اكيد عرفتي. وهلا رايحين نجيب ناي وانتوني انا ونديم بس اكيد الاولاد طالعين لامهم مثل القمر. غراسون بابي صان يعني انا نديم اهضم زلمة بالعالم. اهلا وسهلا فيك وانتو كتير مهضومين بتجننوا. دقوا لي من راديو سترايك وقالوا لي عندك اف ام قلت لهم لا ما عنديش اف ام قالوا لي محطة اف ام مش اذاعة اف ام قلنا لهم محطة اف ام كمان ما عندي محطة اف ام فقالوا لي بتحطها وبنرجع بندق لك هيك ورجعنا حطيناها ورجع دقوا لنا طلبنا من صاحب الدش يحط لنا اياها طيب انه يحضروها كل العالم يعني بالمنطقه هون كلها بيت مري صاروا كلهم يحضروها. مع الإعلامية ندى أندراوس عزيز وجوزة الكتير مهضوم نديم عزيز تخلص حلقتنا لليلة من برنامج وراك وراك. إن شاء الله تكون هالمفاجأة نالت إعجابكم خاصة أنه تعرفنا على ندى بالجزء الثاني من حياتها وهي كست بيت. شوفكم بكرة بحلقة جديدة من وراك وراك. باي.